شكرا بيك. دعاء، واهلا بفضيله الشيخ اهلا الدكتور وسهلا، اشرف اهلا الفيل، وسهلا، شكرا. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. انا عندي سؤال، انا عندي زوجي اي حاجه تحصل في بيتي لو قلت له، مثلا اخويا قال لي سلميني على جوزك، لو في اي حاجه بينقلها لاخته بالتفصيل، حتى العلاقه الخاصه كل شيء، وان راح مشوار وجه يتصل قبل ما يجي بيته يكون مكلمها في التليفون، وانا كنت في كذا وحصل كذا 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 هي وكل اخته شيء. الكبيرة لا مربياه مثلا؟ للاسف اصغر منه، 10 سنين بس، بقى هي عامله هي الزوجه وهي الام وهي الاخت وهي الحبيبه وهي الصديقه، وان زوجتك دي لا ما تعرفهاش حاجه عننا، احنا اللي نعرف بس، لا كذا. بالاضافه بقى بتوحي، مثلا انا موظفه تقول له لا انت ما تجيبش في البيت، هي تصرف راتبها في البيت. هو حضرتك عرفتي انها بتقوله كده منين؟ هو بيقولك ولا انتي بتستنتجي ولا ايه؟ يعني عارفة ان اخته بتقوله ما تصرفش في البيت منين؟ انتي روحتي فين؟ روحتي فين؟ طيب هنرد عليكي بعد فاصل قصير. مشاهدينا مرة تانية، الحقيقة جالنا اتصال قبل الفاصل، أم علي بتشتكي إن جوزها بيتصل بأخته يقول لها على كل حاجة. أنا توقعت إن دي أخته الكبيرة اللي مربياه في مقام أمه، لا دي أخته الصغيرة أصغر منه ب10 سنين. طيب هي بتقول إن هو بيقول لها كل حاجة، حتى أسرار العلاقة الخاصة اللي بينها اللي بينه وبين مراته. هي معانا على التليفون؟ انا معاكم. طيب حتى العلاقه الخاصه اللي بيني وبينه لو قلت اي حاجه يقول لها كانت كذا وقالت كذا وعملت كذا. حضرتك بتعرفي منين الكلام ده؟ هي بتقوله مثلا لحد من قرايبها وبيقولوا لي حق انت جوزك بيقول كذا كذا، طيب وهي في اوقات بتقول لي ده جوزك قال لي كذا عليك، ده ايه ده جوزك قال، تقول لي جوزك بترجع قال لي تحكي كذا لك اللي عليك. هو حكاه لها. ايوه. طب لما بتتكلمي معاه بيقول لك ايه؟ بيقول لي يعني اقول له ليه تجيب سيرتي او تتكلم عني لاختك او تقول كده، يقول لي هي اختي دي كل حياتي ولازم تعرف عني كل حاجه بالتفصيل، هي بتحب مصلحتي وهي وهي. طبعا كلام غير منطقي، بس هو وهي متعودين على ذلك، هي تقول له اسرار بيتها وجوزها وهو يقول لها اسرار بيته ومراته، ومتدخله في حياتنا بشكل جامد جدا جدا. مثلا لو في اي مناسبه تقول له هاتي العيال معاك، يجيب العيال، ما تجيبش العيال ما يجيبش العيال. ايه متجوزه بقى لا دي؟ حضرتك متجوزه بقالك كام سنه؟ ايه بقالي 10 سنين. وهي اخته ده كانت صغيره، لو انت متجوزه هي عندها كام سنه؟ هي عندها حوالي سنه وهو عنده 49 سنه. عندها كام؟ 39 سنه. 44 44 سنه وهو 49. حتى بتعمل مع اخواته التانيين كده برضو، يعني لها اخوات تانيين برضو متجوزين. هي اختهم الوحيده؟ لا في 5 غير، بس هي دي بقى اللي متدخله في حياته. طيب سؤال حضرتك ايه؟ يعني انا بصراحه يعني انا عايزه اخد قرار الانفصال، بس انا معايا بنتين. بس بسبب كده؟ يعني لان هو انه طبعا بيحكي ده مع مش اخته؟ امين عليا. لا مش امين عليا وعلى اسراري يا فندم، لو انا حكيت له اي موقف، اي موقف سواء بجد او بضحك او طب حصل موقف كده. ما قعدتيش معاه مره وقلتي له ممنوع تطلع اي قلت حاجه؟ له قلت له يقول لي حاضر، وبعد كده افاجئ اي موقف يحصل الاقيه حكيه لها. يعني يقول لي هي كده، هي دي حياتنا، ولو عاجبك عاجبك مش عاجبك اتفضلي، انا مش هخسر اختي. انت بتشتغلي؟ هو انت بتقولي له خسرها او قطعها؟ لا ما بقولوش خسرها او قطعها، بس بقول له انا مراتك ليا اسراري الخاصه، فهي ما تعرفهاش. فيقول لي لا هي لازم تعرف عني كل حاجه وتعرف انا عايشه ازاي، ده هي بتحبني، ده هي كذا، ده هي كذا كده يعني. طيب. فانا بصراحه والله بس انت عايزه تاخدي قرار الانفصال مش بسبب كده بس، اكيد في اسباب تانية. يعني بس هو السبب الاكبر كده، لان هو مش عاطيني اي اهتمام كزوجه.
يعني انا ما اعرفش عن زوجي اي شيء، اي شيء يخرج يروح اي مشوار انا ما اعلمش هو رايح فين. هو ما بيحكيلكيش انت، ده ما بيحكي لا لاخته. بيحكي لاخته كل تفاصيل حياته وحياتنا والدته موجوده؟ لا والدته متوفيه. طيب وملوش اخ قريب منه، اخ راجل؟ ليه والله، وكل تناقش معاه ودخلت اخواتي في الموضوع ده برضو يقول لهم حاضر حاضر، ومع ذلك برضو بيقول يعني كتير من اصدقائه، دخلت اصدقائي يقولوا له مثلا زوجتك دي لها اسرارها الشخصيه، اسرار بيتك ما طب ينفعش تكون. انت يعني لو هو بيتكلم مع اخته وسرهم مع بعض وخلاص، وانت كبري دماغك، ايه اللي ايه اللي يضايقك؟ يعني لو هو واحد وسره مع اخته. يضايقني حضرتك؟ لا، لو اسراره هو الشخصيه انا مش متضايقه حضرتك، لكن اسراري انا دي مثلا راحت مثلا الشغل، لا ده انا في موقف كذا، ده قالت في البيت كذا، ده انا بقول لها كذا وهي قالت لي كذا. يا فندم حضرتك كل حاجه بالتفصيل، كل شيء بالتفصيل. طيب حاضر، اسمعي رد فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ايه فضيلة الشيخ؟ هو الحقيقة كلام فيه شيء من الغرابة، يعني أنا مستغرب الموقف طبعا. شوية، إن تكون واحد بيكلم أخته حتى يعني ماشي ياخد يقول لها كل أسراره وكل ظروفه ما فيهاش مشكلة، إنما العلاقة الخاصة، إنما ينقل ما يدور بينه وبين زوجته أو ينقل ما هو من خصائص زوجته، هذا هو الأمر غريب. الغريب في الأمر طبعا. الحقيقة هو بهذه الصورة ليس على الصواب، يعني كان كما تقول الأخت الفاضلة، فهو ليس على الصواب أن ينقل لأخته ذلك، لأن لابد حتى وإن كانت الأخت شقيقة فهناك حدود للكلام طبعا. لأنه لا ينبغي لأحد أن يتحدث فيما يدور بينه وبين زوجته لأي أحد أن كان، مفيش، لأن هذا يسمى سرا طبعا. تمام، فلا ولا لأي شخص أن كان، ولا الأخ ولا الأخت ولا كذا ولا أي حاجة، ولا يقول لا العلاقة ذلك الزوجية دي ما ينفعش تطلع، ولا الأم برضه، لا 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 لا، ولا الأم ولا لأي حد إلا لقاضي، عشان الناس فاكرين إنها تروح تحكي لوالدتها. لا لا, لا لا يعني لا. العلاقة الشخصية إلا لقاضي يخرج له الكلام عند الشكاية. يعني مثال، هم مختلفين مع بعض خلاص في أزمة أو في مشكلة، فجايين يقعدوا قدام الشيخ أو قدام قاضي، فبيقول والله في تقصير في كذا، في نقص في كذا، في كذا، في طريقة كذا، في كذا، ماشي، يبقى ده مش هم مش بيقولوا مش بيفشوا سر، لا ده هم يريدون حلا لمشكلة ما تواجههم في حياتهم. يبقى قيلت لمن؟ قيلت لصاحب المسؤولية الذي سيقوم بحل هذه المشكلة. لكن ما بيحكيش، مش حكايات من السهرية، يعني مش الانسان يفضل يحكي كده السير مع اخته يقول لها في كذا كذا كذا، هذا هو الكلام الذي استغربه في هذه القصه. طب تتعامل ازاي مع القصه دي؟ هي جابت اخواتها ودخلت الناس والراجل في طبع المنايل ده خلاص، يبقى الطبع يغلب التطبع كما يقولون، فانصحها بألا تطلب الطلاق وان تتجاهل هذه الامور تماما. يعني تتجاهلها ثم تخفي عنه بعضا من اسرارها. يعني خلاص بقى طالما المسألة كده انت يعني بتفشي سري في الخارج وتعمل الكلام، خلاص نخفي بعضا من الكلام الذي نقوله او كذا. وما يذكره هو حتى لو علاقتي بزوجته الخاصة، فصار هو يذكر سره هو وليس سرها هي، خلاص هي ما خلاص لم تبدي شيئا من عندها، لم تقل شيئا، لم تفعل شيئا وهكذا، خلاص هو حر بقى مع نفسه، يبقى هو بيقول. ولذلك في نص حديث، هل ده سبب هي بتقول مش قادرة استحمله واتطلق، هل ده سبب ممكن لا لا يوصل لا الطلاق؟ لا لا، ده اخته، اصل اخته محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، بس هو وقع في مخالفه شرعيه اخرى طبعاً. حتى لو كانت اخته، ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى زوجته وتفضي اليه ثم ينشر سره. لا لا ده ما ينفعش. ليه بقى؟ هي انا قلت كده ليه؟ لاني الاشكاليه كمان ان يتضح ان هي بتعرف هذه المعلومات من ناس اخرين عرفوا من اخته طبعا، فهو بيخرج سره بره خالص. بالظبط كده، فالقصه مش ما جاتش على حد الاخت، حتى لو جت تقول زوجة اختها كذا، ده على حد ما سمعناه من هذه الزوجه وعلى حد ما عرفناه منها. نعم. طيب انا عندي اسئله فتاوى جاءت لحضرتك. والدي راجل عدى 60 سنه ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل اي شيء كويس لاخرته، هو دايما بيقعد على القهوه يا نصيبتي وبيلعب قمار وبيقيم علاقات مع ستات، اعمل ايه؟ نفسي يتصلح حاله ويفوق لنفسه. يعني مصيبه ده، مفيش حاجه عدله بيعملها. هناك طريقتين، قمار وعلاقات مع ستات، ده مصيبه سودة. يعني هناك طريقتان للحل. الطريقه الاولى ان تحاول ان تبدا بنصحه على قدر الاستطاعه دون الزامه بشيء، يعني ما تدلوش بصيغه الامر، لكن عن طريق النصح والتقرب والتودد إليه والطريق الذي تصل إلى قلبه من خلاله.
والطريقة الثانية أن تتخير أحدا من الناس الذين يحبهم ذلك الرجل، وتحاول أن يعني تشرح له ما تريد إيصاله للرجل، بشرط أن يكون رجلا أمينا. بس أعتقد يعني يلعب قمار ويعمل كده، فمش هيبقى في حد من أصحابه في الأمناء، لكن قد يكون ترابيزة الأمور. قد يكون قد يكون هناك بعض من الناس يعني تبحث قدر ما استطاعت عن الناس اللي حد يكون أمين، حد يكون صالح يقترب منه، أو يمكنها الأقرب مسجد أن تأتي إلى إمام المسجد وتطلب منه مساعدتها في أنه هو بيقعد في المكان الفلاني، فالشيخ بس ممكن يكلم معاه من باب النصح أو من باب هذا الأمر. هذا يعني هذه الطرق التي هي للحل، وبعد مع ذلك تدعو له. تدعو له. والدعاء بقى هو أقوى سلاح بصراحة. نعم نعم نعم. طيب، زوجة ساهمت مع جوزها في شراء شقة اللي هم عايشين فيها بنسبة الربع، يعني هي دفعت ربع فلوس الشقة من كام سنة، من 15 سنة، والراجل مرضيش يحط اسمها في العقد، يعني هو كتب الشقة باسمه. طيب، هم بعد 15 سنة بيتطلقوا، فهي عايزة الراجل يرد لها المبلغ اللي ساهمت بيه في شراء الشقة بقيمة النهاردة، فما رأي الدين؟ هذا هو الصواب. هي لها ربع الشقة، الشقة دي جابها 1,000,000 جنيه، يبقى لها 250 ألف، يعني ده كلام بالترتيب بالأصل. وكل زوجة تسدد لزوجها في شقة أو في شيء من هذا أو في سيارة أو في كذا، لا بد من كتابة ذلك في العقد. فإن أبى الزوج أن يكتب ذلك في العقد فلا تساهم. ده كده كلام واضح، مفيش من الأول. من الأول يوم بس الناس هتكتب يا حبيبي اكتب، مش هتكتب هدفع، مش هتكتب خلاص انا فلوسي معايا. هيقول لك دي ست مش اصيله. خليهم يقولوا. طب ما هي اتطلقت اهي، طب ما هي دلوقتي بتتطلق اهي وبتدور على فلوسها. في ست اصيله تقول لجوزها اكتب اسمي معايا. معلش، لا مش دي حقوق. صح. هو في راجل برضو اصيل ياخذ حق زوجتي؟ هو واحنا بنبص لها من زاويه ونسيب الزاويه الثانيه؟ معلش يا جماعه دي حقوق. بصوا يا جماعه، المسائل الماليه صحيح كلها حقوق. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ده أكل أموال الناس بالباطل. صح.